شارك معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط في الاجتماع الأول بعد المئة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك التي تحتضنه دولة الكويت الشقيقة برئاسة معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة وبمشاركة وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء. وقد نوه معالي بأهمية مثل هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الآراء حول أوضاع سوق النفط العالمي بما يساهم في التوصل إلى النتائج الإيجابية التي تخدم قطاع النفط والغاز واقتصاديات الدول الأعضاء. وقد تم استعراض مناقشة العديد من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بمسيرة التعاون البترولي المشترك بين الدول الأعضاء والسبل الكفيلة لدعم وتعزيز مسيرة التعاون العربي في مجال النفط والغاز، من أهمها مناقشة وإقرار مشروع ميزانية المنظمة الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2019 واستعراض الدراسات والأبحاث التي أعدتها المنظمة.